إذا كان مشكل ديال الماء مطروح بحده في بلادنا، لأن هذه 5 سنين ديال الجفاف، الأجوبة اللي كنتظروها من الحكومة ولا الإجراءات ستكون إجراءات ناجعة. أولا ملي كنسمعوا بأنه غادي يتم سد الحمامات، وبدا هذا الشيء 3 أيام في الأسبوع، يعني هذا الشيء غيؤدي إلى اكتضاض في الأيام الأخرى، وغيتمنعوا الناس باش ما يمشيوش الحمام في الوقت اللي بغاو هما، علما بأنه راه من المعروف بأنه النسبة ديال الماء كلها 10% كيستعملوها البشر لكل الحاجيات ديالهم، و 90% ديال الماء اللي كيضيع في الفلاحة، لأن حنا مازال ما لقيناش واحد النموذج فلاحي اللي هو كيستجيب للمتطلبات ديالنا. أولا هاد الإجراء هذا راه مرفوض، لأن الناس خدامين في الحمام وكاينين هذوك الحمامات يعني الخاصين، إلا ما خدمتيش ما تخلصش. إذا حنا غادي ندفعوا دوك الناس اللي كيخدموا، غيخدموا 3 أيام في الأسبوع وغيضيعوا وغيبداو يربحوا واحد الربح اللي هو قليل، خصوصا هذوك طيبة الحمام ولا اللي كيقابلوا الحوايج ولا ولا ولا. هذه من ناحية. ثم المنتظر، وحنا في البرلمان هنا ناقشنا المشكل ديال الماء يعني لمرات عديدة، وعرفنا بأنه السياسة المتبعة من قبل البلاد وخصوصا يعني هذاك المغرب الأخضر هو اللي جعلنا كنعيشوا هاد الحالة المزرية. كيف؟ لأن المغرب كان كيعتمد على الفلاحة البورية أكثر من 80%، كنتسناو الشتاء وكنديروا زراعة موافقة، لأننا عندنا مناخ جاف إلى شبه جاف. من بعد السياسة ديال السدود ساعدت في السقي هذاك 1 مليون هكتار اللي كنا كنتكلموا عليه، ودرنا شويه الخضره درنا، يعني المخطط الاخضر جاء من اجل تشجيع الفلاحه والزراعه للتصدير، وهذا الشيء جعل واحد المستثمرين جدد تعطاتهم ضيعات شاسعه وكذا باش ينقبوا على المياه ويهبطوا 400 متر و 300 متر ووصلوا للمياه الجوفيه. هذيك المياه الجوفيه بالفعل عطات واحد المدخول لهاد الفلاحه ولا المستثمرين في مجال الفلاحه، وبداوا كيديروا الدلاح والبطيخ والافوكا وواحد عدد الخضروات والمطيشه الصغيره والكبيره وكيصدروا، وحتى السوق الوطنيه بالفعل حتى هي استفدت شيئا ما. ولكن اليوم حنا امام المعضله الكبيره ديال الماء، ما بقاش في هذوك المياه الجوفيه. هاد الناس اللي كيديروا المندارين والحوامض في سوس ولا في بركان ولا هذا، اش غيديروا غدا؟ واش كاين شي بديل موجدينه لهم؟ ثم كنقولوا غنديروا سدود تليه مكلفه وكتطلب الوقت، غنديروا تحليه صبانيه حدانا خدات الدرس من الجفاف ديال 2008، كانت كتجيب الماء من مارسيليا من جهه ديال فرنسا وغالي، فبنات 700 مصنع لتحليه المياه. حنا اليوم عندنا 12 وحده وباقيين كنضربوا، شكون اللي غيحلي ما يحلي، ومازال ما عرفناش نديروا التدوير الناجع المياه العادمه، وباقيين كنضيعوا الماء اللي ما عندناش. ولهذا راه ماشي على حساب المواطنين والصحه ديالهم والنظافه ديالهم والطهاره ديالهم باش حنا غادي. رمضان جاي، رمضان جاي الناس باغا تغسل كل نهار، مالكم؟ فين غادي يغسلوا؟ كيفاش غادي يديروا هاد الناس هادو؟ وكيفاش غيديروا هادو كلهم محتاجين يخدموا باش في العشيه يدخلوا فريسات ويدخلوا القفه عمراء لوليداتهم؟ فلا بد من مراجعه هاد الاجراءات اللي هي كدار بواحد الشكل اللي هو عشوائي مرتجل، ماشي هكا.